نحن ندعمكم نساندكم في اعمالكم كلياتكم بدون استثناء. ليش؟ لان احنا نريدكم تنجحون في عملكم على اساس متين وعلى قاعدة مظلومية الموصل وقاعدة منكوبية الموصل، وهذه جدا مهمة. ليش؟ لان بها قرارات، قرار من مجلس المحافظة وقرار من مجلس النواب. لما نقول الموصل منكوبة او نينوى منكوبة، فهذا يعني انه اولا نتقاتل في سبيل نحصل على مستحقاتنا من بغداد، ثانيا ننسق ما بيناتنا، وثالثا نضاعف من جهودنا. مضاعفة الجهود تتطلب انه ما اعمل بعقلية ما قبل داعش وما اعمل بعقلية اثناء فترة داعش، لا، لازم اتعامل بعقلية جديدة تماما. الجانب الاساسي الاول هو انه التنسيق ما بيننا. التنسيق يعني انه انت كمدير في نينوى تشعر بانه انت مدعوم من مجلس المحافظة ومن المحافظة، واحنا نوضح لكم بكل صراحة نحن ندعمكم ونساندكم الى راس السنة. اتصور خوش فرصة هذه الى راس السنة. راس السنة يكون غير حساب. ليش؟ لانه احنا هذه فترة تقييم، والتقييم ايضا عندنا معايير وضوابط، يعني مو المعايير اللي انتم قد شفتوها قبل، لا. المعايير هي انه المجلس باعتباره مجلس خدمي، انتم تعرفون ما دخلنا بالسياسة، يعني خلي يقول بكل صراحة لا قبل وما بعد الاستفتاء ما متدخلنا بالسياسة، نحن مجلس خدمي. فراح نمشي بهذا المستوى حتى إذا كان أكو مساءلة أو لا سمح الله محاسبة، أقول لا سمح الله لأنه هذه ما بنيتنا أبدا، فهي راح تكون على أساس تقديم الخدمات ليس إلا. وهذا المنظور أهم بالنسبة لنا. الشيء اللي نأكد عليه إخوان، من غير المعقول أنه السادة المدراء بدون تحديد يعوف حكومته، يعوف مجلس المحافظة، يعوف المحافظ، يعوف النواب المعاونين، طبعا أيا كان رئيس المجلس وأيا كان المحافظ هذا ما يهم، تعوفون وتروحون تنسقون مع مدير مكتب الوزير أو الوكيل وقاعد هنا وكأنه ماكو حكومة، وهذه طبعا خطأ كبير جدا، لأن أنت تتأثر بشكل سلبي على المحافظة نفسها وهذا خطأ. والجانب الآخر إخوان، في هذه الفترة أنا كنت أتمنى يطبق القانون ونعرف متى تصير الانتخابات، ومن ضمن هذا القانون الجديد أنه قبل تحديد موعد الانتخابات بستة أشهر على المرشح أن يقدم استقالته. أنا أتمنى يطبق هذا حتى نطلع من موضوع المزايدات لأن مشكلة هذه بالنسبة لأعضاء مجلس المحافظة وبالنسبة لأعضاء مجلس النواب أيضا، وحتى بعض مدراء الدوائر احتمال عندهم طموح، والطموح شيء جدا جائز. الإنسان اللي ما عنده طموح يمكن معناته عنده مشاكل بالحياة. راح نقارن الأستاذ دائما يدعمنا ويناقشنا كل الدوائر علاقة وبيدة مع المجلس. بصراحة ما يحفظ من المجلس إلا يكون داعم لكل الدوائر، وهي الحقيقة موجودة عند كل إخواننا مدراء الدوائر. بصراحة أستاذ احنا ما نريد ناخذ وقت طويل بالجلسة، ما نريد نتحدث عن الإنجازات اللي سويناها بالأبيات، يعني ولو هي متواضعة، ولكن الحمد لله احنا عندنا 30 وحدة إدارية بلديات نينوى، عندنا 25 وحدة إدارية تابعة لنينوى، وخمسة إدارة مشتركة. الحمد لله اللي عادت فيها الحياة لغاية اليوم هي 24 وحدة إدارية. بالمرات الأخرى حنشتغل إن شاء الله، راح نكمل الإجراءات الأولية. أستاذ احنا عندنا نتكلم عن المشاكل والمعوقات اللي موجودة. أستاذ ذكرت جنابك انه التنسيق بين الجهات الاخرى غير مدير الشغل. استاذ احيانا بعد نتيجه سيطره عصابات داعش الارهابيه على الموصل اصبحت المناطق هي
مقطعة يعني الجهات الأمنية المتواجدة في كل منطقة جهة أمنية شكل. أساسا مثلا على سبيل المثال إذا روح بعاج إذا أريد تبحث الطريق الصحيح نحصل موافقات بغداد يمكن يراني شهرين ما حصل موافقة. بس هل أضطر أنسق مع كل جهة موجودة ماسكة الأرض حتى أقدر أوصل وأقدم خدمة للمناطق المحررة. والحمد لله اليوم وصلنا للعاج والكراسة العمل في العاج. ذكرت جنابك مصادر التمويل أستاذ من أعظم المشاكل اللي تواجهها محافظة نيوان حاليا أستاذ هو تعدد مصادر التمويل. وأحيانا حتى المجلس هو المحافظة ما يعرف إدارة مبالغة. فحاليا عندنا البنك الدولي، عندنا القرض الياباني، عندنا صندوق الإعمار، عندنا مبالغ الاستقرار، عندنا مصادر التمويل غير متوفرة في صندوق واحد، وهذا يعرقل عملية تقديم الخدمات بصراحة. سيد رئيس المجلس عندنا رواتب الإجراء اليومية. هاي المشكلة مو بس أنا تعاني فيها، كل المحافظات تعاني هاي. رغم المشاكل اللي عانيناها بس الحمد لله اليوم صرفنا آخر شهرين احنا مطلوبين لها، يعني عبرنا هاي المرحلة، ولكن قد نصل إلى نهاية 2017 ولكن هاي المشكلة راح تصير مشكلة أزلية. وبعض المحافظات وجدوا آليات جديدة، هو تفعيل القرار 133 اللي هو خاص بجور التنظيفات. حضرنا اليوم إلى مجلس محافظة نينوى رئاسة المجلس تحديدا، والتقينا بالسيد السيد رئيس مجلس محافظة نينوى السيد بشار كيكي لدراسة المشاكل التي تعيق عمل المديريات لخدمة أهل محافظة نينوى، وتم التطرق إلى عدة قضايا منها ما هو إيجابي منها ما هو سلبي. حقيقة اجتماع مثمر إن شاء الله سيتم وتم الاتفاق على معالجة هذه المشاكل من خلال بلورة الموضوع إلى نقاط رئيسية ونقاط محددة من أجل السعي وراء تذليل هذه المعوقات. كان هناك نقاشات حول كيفية وآلية تقديم الخدمات الأحسن والأفضل إلى محافظة نينوى، وأيضا لشعور المواطن بهناك استقرار في داخل مدينة محافظة نينوى والرقي بالمستوى الأحسن بالنسبة للخدمات. كان هناك حضور لمدير كهرباء الأطراف وأيضا مدير المنتجات النفطية والزراعة والبلديات والمجاري، كل منهم قدم شرح أو إيضاح عن عملهم ما قدموا، أيضا كان ذكرهم المعوقات التي يعيق عملهم. طبيعة الحال مجلس المحافظة دورنا الرقابي نراقب عملهم، وكان لدينا بعض موجودين، وأيضا كان هناك تشاور وتنسيق بين المجلس والمدراء وأيضا أيضا بين الدوائر ذات الاختصاص المشترك مثل دائرة الزراعة والمنتجات الذي هو يعتبر أنها منتجات يعطي الفلاح، يجب هناك تنسيق بيناتهم، أيضا بين المجاري والبلديات.